إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. وأسلنا له عين القطر أي أجرينا له عينا من النحاس المذاب. والقطر النحاس المذاب، وقيل أذاب الله لسليمان النحاس كما ألان لداود الحديد. والمعنى سخرنا لسليمان الريح تجري في أول النهار إلى انتصافه مسيرة شهر، وفي منتصف النهار إلى الليل مسيرة شهر بالسير المعتاد. وأسلنا له النحاس كما يسيل الماء يعمل به ما يشاء. وسخرنا له الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يعدل منهم عن أمرنا الذي أمرناه به من طاعة سليمان نذقه من عذاب النار المستعيرة.